السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم دائما في قناة هشام الطبخ. اليوم إن شاء الله راح ندير وصفة تاع تشارك العريان. إذا أول حاجة عندي هنا 125 غرام تاع زبدة، هذيك الزبدة اللي تجي فيها 250 هنقسموها على زوج، هكذا نقطع مصوات صغار. بسم الله، هنا عندي نص كاس تاع سكر، نص كاس سكر تاع سكر غلاس. هنا كاس تاع 240 مللتر راح ندير نص تاعو سكر غلاس. هنا ندير حبه بيض، نزيد لها نزيد منها بياض، نخليه مش من بعدك نشمخ فيه باش نديرو نشمخو نديرو في الكاوكاو، والصفر نديرو هنا، هذا نخبيه في الفريجيدار ندوك نخدم به. ده بسم الله، ونبدا ندخل الزبدة تاعي في السكر. نديرو الحبة كومبلي والصخر تاع البيض. نعبروا هكذا بالكاس هذا باش نعرفوا واش غنديروا فرينا. هذا كاس كامل، نزيد لها ربع كاس تاع خميرة الخبز، خميرة الحلوى، هكذا ربع كاس برك، ملعقة صغيرة فانيليا، ونحط كاس قدامي نبدا نجمع العجينة. بسم الله، عفوا وقرصة ملح، قرصة ملح صغيرة برك. نزلها نزيد النص، نزيد لها ربع كاس، هكذا راهي مليحة بصح شوية نكمل هذا زوج كيسان، هذا بيجي سوا سوا. شغل تخاف كي تكون طاية تاني بزاف طيح لكم كي نديروها، ما يطلعوش مليح الشارك تاعنا. نو هكذا زوج كيسان تاع فرينة تكفيها، هكذا جات سوا سوا كيسان تاع فارين، نسقم لها الشكل تاعها برك، هكذا بالخف، هكذا سي بون. نخليها تريح دوكا حوالي نص ساعة هكذا كنجي نخدم بها. إذا دوكا بسم الله نجيو نخدمو لافارس تاعنا. عندي كاس تاع سكر واسمو كاوكاو بالقشور ملح مليح، تحبوا ديروه بلا القشور ديروه بلا القشور باش يخرج لكم لافاس بيضاء كما حبيتو. راح ندير انا تقريبا هكذا كاس ونص، هكذا حوالي كاس ونص سكر، زيد له حوالي 3 مغارف كبار تاع سكر، سكر عادي تاع الماكله، هكذا 3 مغارف كبار، زيد لها مغرفة تاع سمن دايبة، رشة صغيرة تاع قرفة، شوية فاني،
ونجمعها بالمزهر. ندير جوج مغارف كبار ونشوف. شوية برك. حوالي 4 مغارف. هذه تقريبا 4 مغارف تاع المزهر. توري ان بات خلاص. توزنوها 30 غرام. لما كانش كاين بسم الله هاي لك الحجم تاعها تقريبا. هذا بالعين هاي لك. عندكم ميزان توزنوا لافاس 10 غرامات باش تطيحوا فيها سوا سوا. كي تجيو ديروا لافاس داخل العجينة ما تقطع لكم ما تخرج لكم. ما تبقاوش تنقصوا وتزيدوا. هكذا 10 نزيد نكورها. دوكا باش نبدا نشكل التشارك تاعي. عندي هنا كاكاو مرحي مقلي ومنحب بصح ماشي خشين. ماشي رقيق بزاف كما الاول تاع لافاس. شويه يبان خشين يعني متوسط ماشي خشين بزاف وماشي رقيق. عندي بياض بيض اللي خلا اللي بقى لي مع الاول نضرب شويه برك 10 ثواني هكذاك ونخدم به. الى خصني نزيد ندير بيض واحد اخر. بسم الله نجيب العجينه تاعي ندورها مليح باش تفصل كامل الخيوط هذوك هكذا. من بعد نحطها كيما تشارك مسكر نفس الطريقه هكذا برك. نجيبو لافاس ندورها نمشي هكذا حربوس صغير نحطها في الوسط ونغلق عليها. طلع مليح العجين فوق لافاس باش ماشي تبان لي ترونسبارون تولي العجينه شكون ترونسبارون تبان لكم شويه لافاس. ما بلا بانت ماشي مشكل المهم ما تخرجش برك. هكذا ندورها شويه تحكم لافون ومن بعد نبدا نروح منه من باش نخليها لنا شويه خشينه. نبدا شغل نخلي قيس صباع هكذا نبدا نروح هكذا هكذا نخلي توجه من نفخها شويه هكذا يكفي. ماذا نجيبوها لهنا؟ شوفوا انا اللي مطبقها وراي هنا راهي مغلوقه نديرها من تحت ونطبقها هكذا. بون كاين اللي دارت لي رومارك في الوصفه تاع تشارك الاول سكر قالت لك دير بوشون هكذا لما وريهم هذه الطريقه والدور باش يجيكم سوا سوا. بصح المشكل في سك البوشون ما عنده حتى معنى الا كان هنايا هذه الخشينه ما كانتش في الوسط. يعني الا كانت هكذا هذه خشنتها زعما شويه هنا وهذه رقيقه بزاف. دير بوشون ولا ما ديرش بوشون ما يهمش لازم تبازيو على سيكالي تكون منفخه في الوسط بزاف وهذا باش يجي لافون تاعو شغل رقيق ويجي يتنفخ. هذا ما كان بسم الله. دوكا نجيب البياض البيض نحطها هكذا نغمسها في بياض البيض من بعد نرفدها نحطها في الكاوكاو ديرها شويه هكذا باش الكاوكاو يروح في لي كوتي باسكو عم بالكم هذه فيها شويه خميره كي طيب راح شغل يطلع حبي يقول يدير كاوكاو هنا برك وما داك يطلع لكم يولي شغل من اللور ماشي معمر كاوكاو. شو لازم تروحوا شويه هكذا برك ونرفدها من تحتها بسم الله هاي لك. عاد نغلقها شويه من تحتها يجي كاوكاو ولا مش ميهمنيش انا المهم هنا يتعمر لي بالكاوكاو باش كيطيب ما تجيبليش جهه فارغ جهه معمر. خدموا بالطريقه اللي تعجبكم المهم تعمروه بالكاوكاو مليح. اذا هاي لك الصينيه تاعنا واجده. من بعد باك الا شي وحده كانت هكذا شغل فتحت شويه تغلقوها هكذا وندخلوها طيب. نحسبوا لها 180 درجه نديروها في الوسط 10 دقائق من تحت تتحمر شويه باك نطلعوا الحبه هكذا نلقاوها تحمرت نطفيو ونشعلوها من الفوق حوالي 5 دقائق 6 دقائق ونخرجوها. نعاليك التشارك تاعنا شويه محمر حاجه خفيفه باش يجي شباب ما يجيناش بيض باين ماشي طايب. بصح اللي تحبوا ديروه طايب بيض هاي لك كيما جوج حبات يعني كاين يحبوا هكذا شغل بيض شويه خلوه هكذا ولا تحبوه محمر كيما هذه ديروه هكذا. هذه تولي لكم ليكم نتوما. هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله الوصفه عجبتكم ونلتقي في وصفه اخرى ان شاء الله. بس بسم الله عليك من داخل الله يبارك.